شريف ازاي؟ انا كويسه. اتفضل. عامل ايه؟ وحشتني. انت كمان. بقول لك انت وراك حاجه الويكند ده؟ لا مفيش. طيب انت يوم الجمعه هتيجي معايا وادي دجله؟ رحتها قبل كده؟ لا خالص. معقوله؟ ده يجنن. صحراء وسما ومفيش اي حاجه تانية خالص، مفيش بني ادم. احنا كلنا رايحين نشفي وكده. اه اوكي اكيد. بقولك يا اسماعيل، عملت لي في موضوع الكورس اللي انا خدت فيه اف؟ لا لسه ما عملتش. ليه يا اسماعيل؟ انت مش وعدتني انك هتساعدني؟ ولا انت كنت بتكذب عليا؟ لا طبعا انا اكيد ما كنتش بكذب، بس انا ما اقدرش اغير لك الجريد غير لو عملت هاكينج على السيرفر بتاع الجامعه. طب وايه يعني ما تعمل؟ لو سمحتي. ايوه. الجمعيه المصريه لحقوق المراه فين عنوانها بالضبط؟ ثانيه واحده. مية وخمسة شارع طلعت حرب وسط البلد. هو بعيد عن هنا؟ يعني تقريبا 45 دقيقة من هنا. طب لو حبيت اتصل على تاكسي. اوكي. ده رقم شركة التاكسي اللي احنا بنتعامل معاه. شكرا. لا. ولا يا ريما انا خايف جيب لك بسكليت تلعبي فيها عشان تطلع هي كمان مفخخه. كان عيد ميلادك الثالث او الرابع وقتها بلشت موجه السيارات المفخخه بلبنان، انت كان بدك بسكليت هديه عيدك. لما طلبتيها منه ضحك وقال لك هالجمله امير سما، وطبعا بالاخر انا اللي اشتريتها. وهيدي الرسمه امتى رسمها؟ هيدي كنا باسكندريه عند صاحبه كمان رسام بيته على البحر. عمو طاهر الوكيل هيدا بيع البشار مش اللي كان تحت البيت؟ مظبوط. بذكر مره كنت هربانه مني ومن بيك عن طريق دي وانت ما كنت تطلع قدامك ابدا انتو عن طريق دي، بتقومي فاتي بعربيه البشار تخافي بترجلي لعندي بتصيري تبكي. كثير تغيرتي ريما. للاحسن ولا الابشع؟ يعني الحالتين انت بنتي ريما. شو رأيك الليلة أنا عزمتي على العشاء؟ شخري ما بيردش يا جو، ننزل نروح له ولا إيه؟ جو إيه؟ ما تسكت مش ناقصك، وسع. ما بالراحة علينا يا عم القافش. كيف ما شافها يعني؟ اصلا هو ما يرد علي، ليش هو فاكرني بذره؟ وده ماله ده كمان؟ ابوه جه مصر وشكله هيبهدله. حقه الصراحه. طيب طيب خلاص خلاص. طيب قولي له انا مستنيه في البيت. يلا يلا باي. الحاج قفش ولا ايه؟ ابراهيم فك عني، ترى انا مو ناقصك. جرى يا جدعان، وانا كل ما اكلم حد يقول لي مش ناقصك؟ يوسف انا ابوي بيجي البيت، شيلوا اغراضكم هذه قبل ما يجي، انا مو ناقص. حاضر. ياسر بقول لك ايه؟ تفتكر ايمي حامل فعلا؟ يوسف ما في احد يمزح في هذه الاشياء. هي ممكن تكون حامل يعني، بس مش معنى كده ان ده مني. يعني ايش؟ يعني عادي، يعني ممكن يكون اي واحد تاني. ولا ايه؟ انا مو فاضي لك.
ايه؟ ايه؟ ساكت ليه؟ لا مفيش. انا ظبطت مع مو علشان وادي دجله، هاخد منه السليبنج باك بتاعته، هو كان مشترى واحده السنه اللي فاتت لما راح لوحاته. طب كويس، قول لي اتصرفت خلاص؟ في ايه؟ انت لحقت تنسى؟ في الكورس اللي هتنجحني فيه؟ هو مش عارف، هو الموضوع ده لازم؟ طبعا لازم. هو انت مش قلت انك هتساعدني؟ بس ده غلط يا شريف. فعلا؟ انت شايف كده يعني؟ معلش اسكت، فاكراك هتقف جنبي وقت محتاجك، ما كنتش اعرف انك هتعمل كده. انت لو كنت بتحبني كنت ساعدتني يا اسماعيل. هاي مالك ازاي؟ ايه عندك مشكلة مع مين المرة دي؟ ليه مشكلة ايه بس؟ يبقى جاي تسألي عليا. انا كنت جاي عشان عايز اسألك على انتخابات اتحاد الطلبة، لو حبيت ارشح نفسي ايه مطلوب مني؟ ايه انت مضيعش وقت؟ طب اقعدي ثانية اخش اجيبلك استمارة الترشيح. اوكي معلش المكان مكركب شوية. لا مفيش مشكلة. تامر، هو انت رئيس الاتحاد بقالك قد ايه؟ بقالي 3 سنين، منهم سنتين باكتساح. اهي القطر. انتي فكرتي هترشحي نفسك فيه؟ انا شايف انك ممكن تكوني رئيسة كويسة جدا للجنة الاجتماعية. ميرسي، بس قولي لو حبيت ارشح نفسي رئيسة اتحاد الطلبة، هتبقى نفس الاستمارة دي ولا هحتاج تجيبي واحدة غيرها؟ بك في شيء؟ لا ما في شيء. بلا في شيء قليل. ما في شيء. بابا وصل مصر وجاي يقابلني وأنا مرة خايف. مفهوم شو المشكلة أنا تقابل بيك؟ بابا مفكر إن أنا بدرس بيزنس وما يعرف إني حولت كلية إعلام. وليه ما بتقولي له؟ لأنه يبغاني أشتغل معه في شركته بعد ما أتخرج، وأنا ماني عارف إيش أسوي. ما تخافي، منين بده يعرف هو أصلاً؟ أكيد مش رح يعرف. أنا فيت أتحمل. ألو، ممكن أطلب تاكسي؟